أداء إيجابي شهدته المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام التعاملات الأسبوعية وسط استقرار السيولة النقدية عند مستوى 71 مليون دينار. المؤشر العام أنهى جلسة التداول مرتفعا بمقدار 6 نقاط، فيما عزز مؤشر السوق الأول رصده بما يقارب 8 نقاط. بلغت كمية الأسهم المتداولة 237 مليون سهم تمت من خلال إبرام 15200 صفقة. سهم شركة وطنية تصدر قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 21%.